السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الجيم بلاي، او ممكن نقول برضو هنتكلم اكتر عن الميني ماكس الجوريزم. والميني ماكس الجوريزم هو ممكن نقول عليه ان هو ريكيرسيف او باك تراكينج الجوريزم، بنستخدمه في حاجات كتيره جدا، منها الديسيشن ميكنج والجيم سيري، بحيث ان احنا بنقدر بالنسبه للجيم سيري او الجيم بلاينج ان احنا نخلي البلاير يختار الاوبتيمال موف. طب هل الكلام ده كان ما كانش موجود في الحاجات اللي اتعلمناها مع بعض قبل كده، مثلا كمثلا سيرش زي ما احنا اتعلمنا، كبي اف اس او كدي اف اس، او حتى جريدي الجوريزم، او الحاجات الالجوريزمز اللي هي ليها علاقه بالانفورم سيرش؟ هل الكلام ده ما كانش متحقق فعليا؟ الكلام ده مش هينفع نستخدمه كاستخدام مطلق كده في الايه، في الجيم بلاينج. ليه؟ لان في الجيم بلاينج الفرق ان انا دلوقتي دي ستيت، كرنت ستيت عندي، انا محتاج اسلكت ستيت، نيكست ستيت. هل النيكست ستيت هتكون الستيت دي ولا دي ولا الستيت دي؟ فانا عندي كام اختيار؟ عندي 3 ستيتس. هل 3 ستيتس في ستيتس احسن من تانية؟ في احتماليه ان الستيت الاولى تبقى افضل من الستيت التانية، او ممكن الستيت التانية افضل من الاولى، او ممكن الستيت التالتة افضل من الاولى والتانية. بقى في احتماليات كلها موجودة عندي. فانا لو كنت ماشي بي اف اس سي مثلا، او ماشي ان انفورم سيرش، هو فعليا بمشي سي مثلا، لو مشيت بي اف اس همشي ليفل باي ليفل لغاية لما اوصل للجول بتاعي. تمام، هوصل للجول بتاعي، خلاص انا عرفت الباص اللي انا على اساسه وصلت للجول بتاعي بالنسبة لايه، لاول حركة انا عايز اعملها. لما اتعلمنا بعد كده برضو كانفورم سيرش، يعني لما اتكلمنا عن اي الجوريزم في الريسيرش، هو فعلا بيبقى فيه كوست بنقدر نحسبه لكل ليفل انا هختار. يعني زي مثلا انا في الفيرست نود، انا في طلعت في 3 نود عندي اللي هم سكيدجولد ان انا اعمل لهم فيزيت. طب مين فيهم هعمل له فيزيت الاول؟ مين فيهم اللي هعمل له فيزيت او هعمل له اكسباند الاول؟ في البي اف اس احنا فعلا كنا بنمسك الليفت من الليفت للرايت. يعني لو سي مثلا 3 نود، انا دخلت في التري عندي او في الليسته اللي عندي، دخلت النود دي الاولانيه وبعدين دي وبعدين دي، هو فعليا اول نود هيحصل لها اكسباند هي اول نود، وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه، وهكذا لغايه نمشي ليفل باي ليفل. اما بقى لما كنا بنتكلم عن الانفورم سيرش، لا احنا كان كل واحده بيبقى لها سكور، وعلى اساسها باخد اللي هي البيست سكور في ايه، في اللي هو اللي هم النوت او الستيت اللي هم سكيدجول ان انا اعمل لهم فيزيت او اعمل لهم اكسباند. هنا بقى الموضوع مختلف. لما اتكلم عن الجيم بلينج الموضوع مختلف تماما عن اللي احنا بنتكلم فيه، او هنحتاج نعمل ابديت في الالجوريزمز اللي احنا عارفينها. ليه؟ لان انا فعليا النكست ستيت او النكست موف بالنسبه لي، او الاوبتيمال موف بالنسبه لي للبلاير، بلاير سي مثلا بلاير اكس هو اللي عليه الدور دلوقتي، ممكن يلعب في اللي ممكن يلعب عنده كذا احتماليه، ممكن يلعب هنا او ممكن يلعب هنا او ممكن يلعب هنا. هيلعب ايه فيهم؟ هو هيلعب ايه فيهم فعليا هي معتمدة اعتماد كلي على الاوبوننت بتاعي، لان انا فعليا الجيم بلاينج هو فعليا بيبقى فيه اكتر من بلاير بيلعبوا، ففي حاجة ان اكسبكتد موف ممكن تحصل من بلاير تاني، بحيث ان انا ممكن اخترت اللي هي الستيت دي هي اللي هلعبها. هي ممكن تبقى البيست، البيست في ايه، في اللي موجودين معايا حاليا، بس ممكن الموف دي تخسرني. ليه بقى؟ لان انا في بلاير تاني هو اللي هيقرر يختاره، واكيد هو لما يقرر يختار هو اكيد هيختار احسن ما عنده، اللي هي بالنسبه لي هتبقى اوحش ما عندي. ففعليا ممكن انا اخترت النود دي، لان النود دي لما انا دخلت فيها مثلا اكتشفت ان انا هوصل للجول هنا مثلا، يعني لو همشي كبي اف اس، لو كنا ماشيين كسيرش كده، فهو لما انا اختار ده فعليا في بلاير تاني هو اللي عليه دور، وانا مش معتمد اعتماد كلي على وان بلاير. لا، هو في اعتماد في بلاير تاني هو اللي بيسلكت سكند موف، السكند ليفل، يعني كل بلاير بيلعب ليفل وبيستنى البلاير التاني يكمل على الجيم بتاعته. فهو فعليا لو انا لعبت اللعبه دي، هيجي البلاير التاني اول حاجه هتقابله اصلا في التشيلدرن هيلاقي نفسه كسب. معنى كده من الاول خالص اصلا انا ما عملتش سيلكت للبيست، ما عملتش سيلكت للاوبتيمال موف بتاعتي. يعني لو البلاير اللي اسمه اكس، البلاير اللي اسمه اكس بتاعي ده ما عملش البيست موف من الاول. تمام، طب دي هنعملها ازاي؟ واحنا فعليا هنستخدم الجوريزم. الالجوريزم ده مفيد جدا معانا عشان نقدر نحل بي جيم بلاينج، او حتى ناخد ديسيشن ميكنج، او نعمل حاجات ليها علاقه بالكلام ده كله في بروبلمز بالشكل ده، ويطلع لي الاوبتيمال موف. يطلع لي الاوبتيمال موف في ايه، في
الموفز اللي انا هقدر يعني اللي هي محتمله ان انا ممكن اتحرك فيها. الميني ماكس الجوريزم بيشتغل بيستخدم ريكيرجن عشان يسيرش في الجيم تري بتاعته، يعني هو معتمد على اللي هو السيرش او معتمد على الريكيرجن علشان يعمل ايه، يعمل اللي هو السيرش بتري بتاعته او الجيم تري بتاعته. الميني ماكس الجوريزم برضو بقدر استخدمها كتير جدا في الجيم بلاينج في الاي اي، اللي هي حاجات العاب ليها فيها تفكير زي تشيس او زي تشيكرز او كونكت فور او حتى اللي هي اكس او، يعني كل الجيمز دي هي لوجيك فيها تفكير، بحيث ان انا او انا مثلا بلعب لعبه اللي هي اسمها الاكس او اللي احنا شايفينها كصوره دلوقتي، هو مش كل الناس زي بعض، في ناس ليفل زيرو في اكسبيرينس زيرو اللي هي ناس ما عندهاش اكسبيرينس، او فعليا بتشوف احتماليات قدامها ان هي تلعب، يعني فيها ثلاث احتمالات ممكن تلعبهم، يا الاولى يا الثانيه يا الثالثه، هم فعليا بيختاروا ايه؟ لو انا لسه متعلمها فانا ما عنديش اكسبيرينس، فانا ممكن اصلا بختار اي حاجه تقابلني وخلاص بلعب على الحظ في الوقت ده. لا، في حد تاني كاكسبيرينس اعلى، لا ده هو بيبص لقدام تو موف او موف قدام، بحيث ان هو انا بلعب اللعبه بتاعتي بناء على ببص على الاوبوننت بتاعي هل هو هيلعب ايه؟ يعني لو انا اخترت مثلا، ممكن بالنسبه لي في بيست موف في الكرنت في اللي هي النكست ستيت بالنسبه لي، يعني في 3 ستيت هم كتشيلدر بالنسبه لي او سكسيسورز، بس البيست هي ممكن تخسرني لان انا بصيت على اللي هو النكست ستيت، يعني بصيت قدام خطوه كمان شفت الاوبوننت ممكن يختار اللعبه دي، فقلت لا خلاص دي بالنسبه لي مش هي البيست، فانا بقرر الحركه بتاعتي بناء على خطوه قدام. في حد اكسبيرينس اكتر فبيعمل ايه؟ اللعبه بتاعته بيقررها او بيختارها بناء على ايه؟ بناء على خطوتين ثلاثه قدام، حد تاني اربع خمس خطوات قدام. نفس الكلام في التشيس، يعني لعيب الشطرنج الشاطر اللي هو عنده اكسبيرينس عاليه اللي هو بيقدر يبص على البورده شايف الخطوات قدام، يعني انا لو لعبت كذا هو هيلعب لي كذا فانا هرد عليه كذا، فهو شايف حركات قدام لسه ما اتنفذتش، بحيث ان هو يعني عمل سيميليت عنده في دماغه ان هو لو لعب كذا هيترد عليه كذا، فهو هيلعب كذا فهيترد عليه كذا، فهو شايف تري كبيره في دماغه وعلى اساسها قرر النكست موف هتبقى شكلها ازاي. هو ده ببساطه الميني ماكس الجوريزم، هو ده ببساطه الالجوريزم اللي احنا محتاجين ننفذه. ففي تو بلاير عندي، كل واحد بيحارب التاني علشان ده يكسب وده يكسب، فهو ده الالجوريزم هيبقى بناء على الكلام اللي احنا قلناه مع بعض هيبقى نقدر نعمله. ممكن نبص على اكزامبل سريع هنعمله مع بعض بالالجوريزم ده ونشوف هننفذه ازاي، وهنرجع للي هي الميني ماكس الجوريزم وهنحلها برضو ايه مع اللي هي سوري اللي هي الجيم اللي احنا فاتحينها اللي هي اكس او، وهنحلها بالالجوريزم الميني ماكس الجوريزم. اول حاجه هنبص على تري بالشكل ده، حاجه بالشكل ده، في تري عندي في نوت وفيها تو تشيلدرن ليفت اور رايت، وكل نوت فيهم ليهم ايه؟ ليهم تو تشيلدرن، ده دي اول واحده وده تاني تشيلدرن او اللي هي الليفز بتاعتي وده الرابع، تمام. فانا دلوقتي انا كماكس، هو احنا قلنا اللعبه بتاعتنا عموما بتتكون من تو بلاير، واحد هنسميه الماكس بلاير والتاني هنقول عليه ايه؟ المين بلاير. الماكس بلاير هو بيحاول دلوقتي انا عندي ليفت ورايت، يعني انا هلعب مين فيهم او النكست موف بتاعتي او النكست ستيت او النكست ستيت بتاعتي ممكن تبقى يا ال يا ار، هيختار مين فيهم؟ هو فعليا هيختار البيست بالنسبه له اللي هو اللي معاه البيست سكور، تمام كويس. لو في الليفل التاني، الليفل التاني مين على الدور؟ المين بلاير. المين بلاير قدامه ليفت ورايت هيختار ايه بالنسبه له؟ هيختار البيست موف برضه بالنسبه له الاوبتيمال كويس. ففعليا زي ما احنا اتعلمنا مع بعض ان او زي ما قلنا مع بعض برضه ان البلوك مبني على ريكيرجن والباك تراكنج الجوريزم، اللي هو فعليا ممكن نقول برضه ماشي شغال زي اللي هو ديبس في السيرش دي اف اس. فهيحصل ايه؟ اول حاجه النود دي هتروح، انا دلوقتي قدامي همشي ليفت فهروح للنود دي فهروح لها، وبعدين همشي ليفت اوصل لايه؟ لنهايه الدرس بتاعي. الرقم ده بنسميه يوتيليتي سكور مثلا، ممكن نقول عليها برضه ستاتيك ايفوليوشن، بحيث ان احنا في عند ستيب معينه بنقول مثلا خلاص انا هدي للليفل ده مثلا هدي لكل نوت سكور معين. السكور معين ده بنحسبه ازاي؟ بنحسبه على البروبلم نفسها، بحيث ان في بروبلمز ممكن تبقى اصلا السكور ده بناء على نهايه الجيم بتاعتي، الجيم خلصت خلاص ده السكور بتاعها فعليا الليفل دي الليفل الاخيره السكور بتاعها 3،
والليفل دي السكور بتاعها 5، واللي جنبها 2 واللي جنبها 9. ساعات احنا مش بنقدر نمشي الدبس كامل، بحيث ان احنا في مثلا جيمز زي التشيس كميه الاحتمالات وكميه اللي هي الليفلز اللي تحت بعض كتير جدا، او كميه الدبس بتاعها هيبقى كبير جدا، مش هنقدر نوصل عشان الستاك بتاعنا، فبنضطر نعمل ايه دبس ليميت. وعشان نعمل دبس ليميت ونحسب في اللي هو اخر ليفل عندي نحسب سكور او يوتيليتي فانكشن او يوتيليتي سكور، فبنحسب بنحتاج نحسب سكور على اساس ايه. انا اديت النود دي ايه، اديتها سكور، فعلى اساس فانكشن معين احنا بنقررها على اساس الجيم نفسها. هنعرف الكلام ده اكتر لما ندخل لما نطبق الكلام ده على ايه، على جيم زي مثلا الميني ماكس الجوريزم، اللي هي سوري اللي هي الاكس او الجوريزم او الاكس او جيم جيم. ماشي، فنرجع تاني للشكل اللي احنا شايفينه. احنا قلنا هنمشيها بشكل دبس على شكل دي اف اس، فهننزل هنا وبعدين هنوصل لايه، لاخر النوت. تمام، اخر نوت دي السكور بتاعها كام؟ 3. كويس، ففعليا السكور رجع 3، واللي هي النود اللي قبلها اصلا هي فعليا مين اللي عليه دور؟ المفروض المين بلاير، والمين بلاير اسمها هو هيختار ايه؟ المينيمم بين ايه؟ بين التشيلدر بتوعه. فبالظبط اكن بالظبط اللي حصل ان الثلاثه هيرجع لايه؟ خلاص انا وصلت لنهايه الدبس بتاعي، فهيرجع هنا وهحط ايه هنا ايه؟ احط 3. حطيت 3 ليه؟ لان احنا ممكن نقول مثلا، ممكن نقول كده مؤقتا ان احنا بننشلايز اللي هي النوت اللي ملهاش سكور مثلا، على بننشلايزها باللي هي الورست كيس بتاعها، يعني كماكسمايز مثلا، كماكسمايز حد ماكس بماكسمايز الورست كيس بتاعته، ان هو ممكن نقول عليه نيجاتيف انفينيتي. الليفل اللي تحته ده بيمينيمايز، فالورست كيس بتاعته بوزيتيف انفينيتي. وهنا نفس الكلام، دي برضه ايه بوزيتيف. فلما حصل هنا اوكي دي بالنسبه لي، هنزل الليفل اللي تحتي همشي لليفت، وبعدين هروح اوصل لليفت، وبعدين خلاص انا وصلت لحاجه فيها ادتني يوتيليتي سكور، فادتني 3. همينيمايز بين الثلاثه والبوزيتيف انفينيتي. ايه بالنسبه لي المينيمم؟ هل الثلاثه والبوزيتيف انفينيتي بقارن، بقول مين الاكبر مين الاقل؟ الاقل بالنسبه لي الثلاثه. تمام، هيحصل ايه تاني؟ هشوف اللي هي باصص ثانيه ما دخلتش فيها، فهلاقي هنا هكمل شغل الدبس عادي وشغل الباك تراكنج، فهدخل هنا فهلاقي كام؟ 5. فهاخد المينيمم بين الثلاثة والخمسة اللي هي كام؟ 3. هو ده فعلا اللي حصل، المينيمم بين الثلاثة والخمسة طلعت كام؟ 3. هطلع للليفل اللي بعدي اللي هو الليفل اللي قبلي شغل الباك تراكنج، هرجع هنا هحط هنا كام؟ 3 ونيجاتيف انفينيتي، هتبقى كام؟ هتبقى المفروض انا باخد الماكسيمم، هتبقى كام؟ هتبقى 3. هدخل هنا اللي هو هروح الرايت موست، هلاقي هنا ايه؟ هلاقي هنا نوت. تمام، النود اللي هنا عشان اروحها هلاقي تحتها تشيلدرن، هروح الليفت فهلاقي هنا كام؟ هلاقي هنا 2. الاثنين هترجع وهقارن هل الاثنين ولا اللي هي البوزيتيف انفينيتي، فهتبقى انا باخد المينيمم فهتبقى كام؟ هتبقى 2. فهدخل في الليفل اللي جنبي، في الليفل اللي جنبي او الباس اللي جنبي، فهلاقي 2 و9، المينيمم بتاعهم كام؟ 2. اوكي، هنا بقى 2 و3، انا باخد الماكسيمم فهيبقى كام؟ هيبقى 3. ففعليا البروبلم كانت ان انا التشويس بتاعي ان هو هختار كام، الماكسيمم بتاعتي هختار 3، يعني انا هروح فين؟ هروح في الجزء اللي هو على الشمال. حد هيقول لي ازاي هو اختار 3 مع ان في، لو بصينا تحت خالص في اخر ليفل هلاقي فيه 9 وفي 5. طب هل التسعه والخمسه مش اقوى من 3؟ طب هو ازاي اختار 3؟ لان هو فعليا في اوبوننت ثانيه وفي ان اكسبكتد موف او ان اكسبكتد حاجه بتطلع من ايه؟ من بلاير ثاني. فانا لو اخترتش الباس ده كان ممكن يحصل ايه؟ هروح هنا، هروح الجزئيه دي، فلو رحت عند الار ايه اللي هيحصل؟ في بلاير تاني هو اللي عليه الدور، فهو البلاير تاني اكيد هيختار البيست بالنسبه له، فهو البيست بالنسبه له 2 و9 وهو بيختار المينيمم فهيبقى 2. فانا فعليا لو رحت الرايت كان الريزلت هيبقى 2، ولو رحت الليفت كان الريزلت هيبقى 5، لان انا بعمل حسابي ان البلاير التاني بيلعب الاوبتيمال بالنسبه له، فعلشان كده هو ده الريزلت اللي بالنسبه لي اللي حصل في البروبلم دي. ده ببساطة اكزامبل سهل كده للي هي الميني ماكس الجوريزم. هنبص برضو على اكزامبل تاني، ده مثلا اكزامبل تاني، ده شكل تري. هنقول مثلا ان هنا في ال A وهنا B و C D E F G و H I J K L M N O لغاية ال O، ده بالنسبة لي اللي هي الليفلز بتاعتي. فهنا ده الليفل الأولاني، التاني، التالت، الرابع. ممكن نقول الماكسمايزر اللي هو عليه الدور،
وبعدين مينيمايز وبعدين ماكسمايز، وبعدين دي بالنسبه لي تمثل ايه التيرمينال نود، والفاليوز دي بالنسبه لي تمثل التيرمينال فاليوز اللي احنا قلنا عليها ممكن نسميها اللي طالعه من يوتيليتي فانكشن، السكور اللي حصل لكل ايه لكل تيرمينال عندي. تمام، فهنحلها ازاي؟ برضو احنا قلنا هنروح عند الايه، وبعدين هنمشي بشكل دبس دي اف اس، وبعدين هنروح عند البي، هنروح عند الدي، هنروح عند الاتش، هنلاقي الاتش ده نيجاتيف 1، فنيجاتيف 1 هحطها هنا، وبعدين هقرر نيجاتيف 1 لان دي بتماكسمايز، المفروض اللي بالاخير بتماكسمايز، فنيجاتيف 1 و4 مين الماكسمايز هيحط 4، فالمفروض هنحط كام؟ هنحط 4. ممكن نكتب الكلام ده مع بعض، يعني هنا نيجاتيف 1 و4 هنحط كام؟ لان هنا ماكسمايز هنحط 4. هنطلع فوق هنلاقي كام؟ هنحطها احنا قلنا كل واحده فيهم بتاخد اللي هي الورست كيس كانشلايز مثلا، فهتبقى هنا كام؟ هنحط 4. وبعدين هندخل في الباس ده، فهنلاقي هنا كام؟ اي، هندخل هنا هنلاقي هنا كام؟ هنلاقي هنا 2 2، وهنا كام المفروض؟ هنا كان المفروض اللي هي ماكسمايز، فاكيد اللي هي نيجاتيف انفينيتي، ف2 ونيجاتيف انفينيتي فهتبقى 2 2. هروح اكمل شوف اللي هو الباص الثاني او البرانش الثاني، فهلاقي هنا كام؟ هلاقي هنا 6، 2 و6 وانا بماكسمايز، فاكيد هشيل الاثنين واحط كام؟ وهحط 6. هطلع للليفل اللي قبلي 4 و6 وانا بمينيمايز، هختار كام؟ هختار 4، يبقى مش هعدل فيها لغايه دلوقتي. هطلع فوق فهحط هنا 4، هدخل الليفل اللي تحتي، وبعدين الليفل اللي تحتي عند الاف، وبعدين هروح للال نيجاتيف 3، فهحط هنا نيجاتيف 3، وبعدين نيجاتيف 3 ونيجاتيف 5. انا بيحصل ايه؟ بعمل ماكسمايز، فبالنسبه لي نيجاتيف 3 اكبر، وبعدين هحط هنا نيجاتيف 3، وبعدين نيجاتيف 3 هنا هروح للجي اللي سمعت معايا فاليو، فهروح للان هلاقي نفس 0، فهنا هبقى 0، وبعدين 0 و7 طبعا هشيل ال 0 وهحط كام؟ وهحط 7. ال 7 هتطلع فوق 7 ونيجاتيف 3 وانا باخد المينيمم، فهاخد كام؟ هاخد نيجاتيف 3. تمام، نيجاتيف 3 وال 4 وانا بماكسمايز هتبقى كام؟ هتبقى 4. فاني احل البروبلم دي السكور بتاعي كماكسمايزر هياخد كام؟ 4، لو هو اللي عليه الدور ده هو اللي هو اللي عليه اللي هو الموف بتاعته، لان هو قرر يروح اللفت لان الاوبوننت هيلعب احسن ما عنده، فالاوبوننت لعب فين؟ لعب هنا، فانا لعبت فين بالنسبه لي كماكسمايزر، كبتكلم بشكل ماكسمايزر، فانا لعبت فين؟ لعبت اكيد كماكسمايز هلعب هنا. هو فعليا الصح بالنسبه لي او الاوبتيمال موف بالنسبه لي ان انا العب في الليفت بناء على في اوبوننت بيختار البيست بالنسبه لي. وده ببساطه اكزامبل تاني. وده ممكن نبص على اكزامبل كده سريعا، حاجه بالمنظر ده هيمشي بالنسبه لي زي ما احنا اتفقنا مع بعض، هيبقى نيجاتيف 1 1 هيختار ايه؟ هيختار المينيمم، فالماكسيمم هيحط 1، وبعدين ده اللي حصل هنا، بعد كده حط هنا نيجاتيف 1 و0، حط 0 وهنا 0 1 كان اللي هي مينيمايز كان 0، وبعدين دخل على اللي هو اللي هي الباس تاني، ف كان هنا مثلا 1 نيجاتيف 1 كان المفروض حط ماكسمايزر، فهيبقى هنا 1، وبعدين هنطلع فوق، هو اسرع مني شويه الصوره سوري. وبعدين هنا 1، وبعدين هيروح الناحيه الثانيه هيبقى هنا 1 هطلعها فوق، وبعدين هيبقى 0 0 نيجاتيف 1 الماكسمايز بتاعها 0، ف 0 1 هيبقى كام؟ 0، ف 0 0 1 هتبقى الاوبتيمال اكيد اللي هو اللي كان في الجزئيه دي. ممكن نبص عليها لاخر مره. فهو ده السيناريو اللي بيحصل مثلا كالسيناريو اللي بيحصل فين؟ في اللي هي الميني ماكس الجوريزم. احنا لو وصلنا للمرحله دي وانتوا لغايه دلوقتي معايا تمام، خلاص احنا كده فهمنا الميني ماكس الجوريزم، هنقعد نطبقها على اللي هي بروبلمز ممكن نقول عليها بشكل جيمز عشان الموضوع يبقى اوضح. فنروح للي هي البروبلم بتاعت اللي هي اكس او. فالبروبلم بتاعت الاكس او هو في ممكن نقول السيناريو بتاعنا ان انا الكرنت ستيت اللي انا واقف عليها هي حاجه بالمنظر ده. تمام، حاجه بالمنظر ده قول عليه الدور طبعا اللي هو الاكس، فالاكس قدامه ممكن يمشي يا يروح مثلا ليفت، يا يروح للثلاث جهات الثلاث اماكن اللي يقدر يروح فيهم اللي هم الثلاثه برانشز اللي تحت اللي هو ده او ده او ده، فعنده ثلاث احتمالات ممكن يلعب فيهم. تمام، فانا في الاول مثلا احنا قلنا في اللي هي الكارنت سيت بتاعتي ودي التري بتاعتي اللي انا التري بتاعتي كلها اللي انا اقدر اتحرك فيها، فهو كان ميني ماكس الجهاز هو المفروض ان انا بجنريت التري بتاعتي باستخدام اللي هو زي ما احنا قلنا ريكيرجن، وبنعمل باك تراكنج عشان اجنريت اللي هي السيرش تري بتاعتي.
تمام. واحنا قلنا اتعلمنا مع بعض اللي هي الميني ماكس الجوريزم، فاحنا ممكن نقول ان الاكس ممكن نسميه براحتنا مش هتفرق معانا، كل واحد ليه استراتيجي خاص بيه، فممكن نقول على الاكس هو الماكس وهنقول على الاو هو المين، يبقى الاكس هو ايه؟ هو الماكس. فهنا اكيد ماكس، اكيد في الليفل ده هيبقى برضو ماكس، اكيد الليفل اللي هو قبلي كان هيبقى هنا ايه؟ هنا المين، لان الاو هو اللي عليه ايه؟ عليه الدور. تمام، ودي بالنسبة لي تمثل لي التيرمينال، آخر ليفل يمثل لي التيرمينال. كويس، الحاجة اللي ناقصة دلوقتي إن إحنا في الإكزامبلز اللي شفناها كان في حاجة اسمها اللي هي التيرمينال فاليو، أو اللي هي كان في يوتيليتي فانكشن بتحسب لي سكور لإيه؟ للتيرمينال بتاعتي. التيرمينال إحنا هنحسبها إزاي؟ يعني التيرمينال بالنسبة لي أو اللي هي السكور أو اللي هي الستاتيك ايفوليوشن اللي هي التيرمينال نص بتاعتي هنحسبها إزاي في البروبلم زي كده؟ واحنا حددنا ان هو الاكس هو اللي بيماكسمايز والمين هو اللي بيمينمايز. اول حاجه هنفكر فيها نفهم الجيم نفسها. الجيم نفسها يعني بتتلعب ازاي؟ بتتلعب اللي هي لو في دايجنال، يعني زي مثلا انا الاكس انا هكسب امتى كاكس؟ هكسب لما ابقى موجود في اي رو او اي كولوم ماشي، او مثلا في اي دايجنال في ثلاث اماكن يعني. يعني حاجه زي ايه مثلا؟ يعني ممكن نقول مثلا ان الاكس لو كسب ممكن نلونها برضو باللون بتاعه اللي هو الاصفر، فالاكس هيكسب هنا لان هو الرو الثاني فيه 3 اكسات، والاكس هيكسب برضو هنا لان هي دي التيرمينال بتاعه اللي هو الباص ده، وده كان التيرمينال بتاع الباص ده. لسه باقي في كام باص ثاني؟ ناقصين 4. الاو هيكسب امتى؟ طيب الاو هيكسب هنا، والاو هيكسب فين؟ وبرضه هيكسب هنا. ناقص 2، هل الاثنين دول اللي حصل فيهم؟ اللي حصل فيهم حصل ترو، حصل تعادل، محدش فيهم كسب. احنا ممكن نحط لهم لون مثلا اخضر بالمنظر ده. تمام، فاحنا عرفنا في البروبلم نفسها بدي ايه اللي بيحصل في التيرمينال بتاعه البروبلم. فاحنا قلنا ممكن الاكس اللي هو الاكس يكسب او الاو يكسب او يحصل تعادل. فلو قلنا الاكس هيكسب او الاو هيكسب او هيحصل تعادل، فدي بالنسبه لي ممكن كل حاجه فيهم نمثلها بسكور. واحنا حددنا من الاول قلنا الاكس هو اللي هيبقى ماكسمايز. ممكن حد فيكم يقول لي طب خلاص احنا ممكن نخلي حاجه بالمنظر ده، نقول مثلا السكورز اللي عندي هتبقى ايه؟ يا زيرو، لان في ثلاث سيناريوهات بس ممكن تحصل عندي، يا تعادل يا مكسب يا خساره. فقال لي خلاص احنا هنحتاج ثلاثه فاريبل او ثلاث سيتي ديجيت مثلا، واحد مثلا هنسميه واحد وزيرو ونيجاتيف 1. انا لو كسبت كماكسمايز هتقول لي ايه؟ هتقول لي 1، ولو تعادلت هتقول لي 0، ولو خسرت هتقول لي ايه؟ نيجاتيف 1. ده كماكسمايز ماشي؟ تمام، فهو الماكسمايز الماكس فاحنا قلنا هنمثله ايه؟ لو هيكسب هنحط له ايه؟ هنحط له 1. يعني هو فعليا هيكسب فين؟ هيكسب هنا وهيكسب هنا. تمام، التعادل حصل فين؟ التعادل حصل هنا. تمام، خسر امتى؟ خسر هنا. هل احط نيجاتيف 1 برضه؟ اوكي تعال نجرب زي ما احنا بنقول، ده السيناريوهات اللي ممكن تحصل ايه اللي هو للاكس، اللي هو لو كسب هقول له 1، ولو خسر هقول له نيجاتيف 1، ولو تعادل هقول له ايه؟ هقول له 0، بحيث ان هو الماكسيمم فاليو بالنسبه له لما اقول له ماكسمايز وجالي الثلاث اشكال كده اكيد هيختار ال 1، لان هي ال 1 تمثل له المكسب. طب لو كانت 0 ونيجاتيف 1 هيختار برضو الماكسيمم اللي هي 0 اللي هي التعادل، اكيد بالنسبه له افضل من الخساره. هل نفس الارقام دي تمشي برضو للمينيمايز؟ تعال نشوف كده مع بعض. المينيمايز بيعمل ايه؟ احنا قلنا بيختار المينيمم. لما يجي يختار المينيمم على نفس الفاليوز، واحنا قلنا ان هو لو الاكس كسب هيبقى 1، ولو الاكس كسب هيبقى نيجاتيف 1، ولو تعادلوا هيبقى كام؟ هيبقى 0. هل الكلام ده برضه صح؟ ماشي. نشوف، احنا قلنا نيجاتيف 1 و0 1. احنا لو قلنا مثلا عندي احتماليه المينيمايز هو اللي عليه الدور دلوقتي، وشايف 1 و0 ونيجاتيف 1، واحنا قلنا المينيمايز بيختار ايه؟ بيختار المينيمم. فهو بالنسبه له المينيمم بين 1 و0 ونيجاتيف 1 اللي هي كام؟ نيجاتيف 1. فهو فعليا لغايه دلوقتي برضه الحاجه اللي هو عايزها محتاج اللي هو عايزها اتنفذت، لان هو بيختار اللي هو المينيمم، وبيختار بالنسبه له برضو البيست موف او الاوبتيمال موف بالنسبه له. طب برضو في 0 ونيجاتيف 1 برضو هيختار المينيمم اللي هي النيجاتيف 1. فهو لغايه دلوقتي صح، وحتى كمان لو قلنا 0 1
فهيختار زيرو لانه بيختار مينيمم، فاكيد التعادل بالنسبه له افضل من الخساره، لان هي 1 بالنسبه للاكس مكسب، بالنسبه للاو خساره. فهو ده ببساطه اللي احنا هنعمله مع بعض. اول حاجه هنحسب يوتيليتي فانكشن وتعمل لي سكور للتيرمينالز اللي عندي، مش لازم التيرمينالز اللي هي نهايه الجيم، احنا ساعات هنعرف بعد كده ان احنا ممكن نحط ليميت وعلى اساس نقف ونحسب سكور معين. هنحدد مثلا يوتيليتي فانكشن نحسب سكور للحاجه اللي وقفنا عندها، بحيث ان احنا نقرر على اساسها يعني ايه هو البيست بالنسبه لكل موس. كويس، فهنا احنا حطينا اليوتيليتي سكور مثلا، او السكور اللي احنا في التيرمينال نوز بتاعتي. هنطبق الالجوريزم بتاعنا زي ما احنا شفناه من شويه. اول حاجه الاكس مثلا عليه هو اللي هيلعب مثلا، هيروح مثلا هنمشي كدي اف اس مثلا ديبس فيرست سيرش، هنروح هنا وبعدين النود دي هتروح هنا، فهتبقى هنا كام؟ نيجاتيف 1. فاحط النود اللي قبلها نيجاتيف 1، تمام نيجاتيف 1 هتنزل تحت للنود دي ما خلصتش، هتنزل تحت هتبقى كام؟ 1. فهيحصل ايه؟ ال1 انا كده كده بختار الماكسمايز فهتبقى اكيد 1، تمام 1 ونيجاتيف 1 مين اللي مينيمايز؟ اكيد نيجاتيف 1، هتساب زي ما هي، هطلع فوق بنيجاتيف 1 وبعدين هنا هروح هنا لسه، وبعدين هنا هلاقي نيجاتيف 1 فهتبقى هنا نيجاتيف 1، وبعدين هروح هنا هلاقي هنا لسه، وبعدين هروح هنا 0 فهتبقى هنا كام؟ 0. 0 ونيجاتيف 1 هتبقى كام؟ اكيد بختار مينيمايز فهتبقى نيجاتيف 1. هروح لاخر باص عندي فهروح هنا، وبعدين هروح هنا هلاقي هنا 0 فهختار هنا كام؟ هختار 0. هطلع فوق هتبقى 0، هطلع هنا هلاقي نفس لسه، هروح هنا 1 1 هتطلع فوق، انا بختار المينيمايز بين 0 و1 فهتبقى زي ما هي برضو ايه ما عدلتش فيها لغايه دلوقتي، بقت كام؟ بقت 0. 0 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 هتبقى كام؟ الماكسمايز اكيد مش هتبقى نيجاتيف 1، هتبقى كام؟ هتبقى 0. فبالنسبه لي البيست موف عندي هي هتبقى كام؟ هتبقى الزيرو، لان دي بالنسبه لي احسن سيناريو ممكن العبه، لان السيناريو هذه الثانيه ممكن تخسرني. مع ان انتوا لو خدتوا بالكم هنا، مع ان انا كانت هي الداتا فاليو نيجاتيف 1، بس في الباص ده وفي الجزء ده ان انا كسبت، بس كسبت على اساس ايه؟ كسبت على اساس ان انت بتلعب وحدك، بس اعمل حسابك ان في اوبوننت بيختار الاوبتيمال بالنسبه له، فانت ما تقررش حاجه بالمنظر ده ما دام في اكتر من بلاير بيلعب معاك. تمام، بكده ان شاء الله نكون خلصنا اللي هي الفيديو بتاع شرحنا فيه الجيم بلاينج، وعرفنا مع بعض ميني ماكس، وعرفنا نحل الالجوريزم. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الفا بيتا وهنفهمه مع بعض، وهنفهم ان شاء الله وهنحل نفس البروبلم تاني بالالفا بيتا الجوريزم. شكرا.